عليكم خوتي الخواتات بابنا عيد مزيرة النهار. أتمنى تكونوا كل شيء بخير وتكونوا على خير. وهذا هو أول فيديو أول فلوق إن شاء الله باش نشارك معكم شنو كانت أنا في بلجيكا وشنو هي خدمتي يعني المسائل كاملة اللي كانت دايرة هنا. وإن شاء الله راه مازال لي فلوق وغنديروا بزاف ديال لي فلوق وغنناقشوا فيهم كاع مع أحبابنا وخوتنا وأصحابنا من ناحية القانون من ناحية المسائل اللي كيطلبوا هنا إلا ما عندكش ورق واش غتخدم واش عندك يعني تخدم اونوار كما كيقولوا واش تكبر على راسك شويه وتجيب شويه الرزق ان شاء الله بحول الله. ونتمنى يعجبكم هذا الفلوق اول فلوق غنشارك معكم ان شاء الله بحول الله شنو الخدمه ديالي وشنو كندير بزاف غناقشوا بزاف ديال الامور ان شاء الله. ونتمنى ديروا ابوني لاشين شاركوا معها شاركوها مع اصحابكم حيت حنا عائله كبيره ان شاء الله بحول الله. وحنا راه دابا غادي واحد الخدمه ان شاء الله وغنشارك معكم كل شيء وتشوفوا كل شيء ان شاء الله يكونوا لي فلوق بزاف ديال لي فلوق يكونوا لي لايف ان شاء الله بحول الله. هذا هو الفيسبوك وانستغرام يعني ونتمنى يعجبكم هذا الفلوق مع الفيديو ان شاء الله.
السلام عليكم عاوتاني. المهم راه الفيديو مازال طويل وهذا هو الباترون درافط ما كاينش الكسيلات. ومصطفى راه غني على التعريف، راه ولد البلاد. يلاه مصطفى. المهم من بعد خوتي خواتاتي، نتمنى يعجبكم الفيديو وديروا ابوني للقناه، وان شاء الله راه كاين بزاف ما يتقال وكان الجديد ان شاء الله بحول الله في جميع المجالات ان شاء الله يكون خير. بيس ليكم، الله يحفظكم، تهلاو لي فلوسكم. السلام عليكم.